قطرات الندى طاهر الطاقة كل طفل منهم بدا كبر من يبقى كرملاقي الصنجرة في هلي القلب شلون ينصف هالزمن والله يتحلي مثل قطرات الندى طاهرة طاهر كل طفل منهم بدا قمر من يظهر كربلاء قيص الجرى فيها لي مقدر شلون يوصف الزمن والله يتحير والأسر ما رحمهم حالهم يكسر الخاطر حسرة أطفال بعمرهم بيهم الدور الدوائر صغار وأحلام الطفولة ضاعت بأيام عاشور لكن كبار انتقام والعطاء والمعذور والأسر ما رحمهم حالهم يكسر الخاطر حسرة أطفال بعمرهم بيهم الدور الدوائر صغار وأحلام الطفولة ضاعت بأيام عاشق لكن كبار بخطاهم والعطاء وبالمهاتم ما بقى عليهم يبي ولا ستاهم لك قاموا يبقى وجه والدموع يسيل ذكروا حرق الخيال والعدو يخيل صغار متعودة على الهضم والوجه ما غفى لهم جفن ولا ستارهم لك حرموا خوف وجه والدموع يسيل أين يا علي ذكروا حارق الخيال والعدو يحل شدة والفعل اللي صدر من أيتام مسلم والله قاسي الدهر بيهم فعل هالعدوان مظلم شلون ذبحون البراءة شلون هالتاريخ مظلم هذا منهج آل ميال من تلي ذكروا حرق الخيل والعدو الخيل ذكروا حرق الخيل والعدو الخيل حليم يا علي شدني والفعل هلي صدر من أيتام مسلم
والله قاسد بيهم فعل هالعدوان مظلم شلون يذبحون البراءة شلون هالتاريخ مظلم هذا منهج آل أمية ممتلي بالعار وبالدم هذا منهج آل أمية الذنب واللي جرى الصغار خايرة أمي نحلي البيت من نسلها ضياء في السجن متفاطرة روبهم ومجرى قصة الإذنين حيرت للباب الذنب واللي جرى للصغار الحايرة الذنب واللي جرى للصغار الحايرة هم من أهل البيت من نسل الأطياب بالسجن متمطرة روحهم موجرة قصة الإذنين حيرت للباب طاقتهم الوسيعة طالت الجاني والبراءة كل واحد حاضن الثاني طاقتهم الوسيعة طالت الجاني والبراءة كل واحد حاضن الثاني قال عنا خبرة ويا جدنا حجرة قال عنا خبرة جلنا حدرة يمكن يخافون من هلم اللي صاب حنا يا علي يا علي قال خلنا خبرة خويا جلنا حدرة يمكن يخافون من هلم اللي صاب وكسرنا وحررة وخاف يوم الآخرة وحنا ما ننسى باكر بالحساب هذه الدنيا جدنية والعمر فاني ليك ترحم هالمدامع ما يسجاني هذه الدنيا جدنية والعمر فاني ليك ترحم هالمدامع ما يسجاني كسرنا وحررة وخاف يوم الآخرة وإحنا ما ننسى باجر بالحساب هذه الدنيا هذه الدنيا جدلية والعمر فاني ليك ترحم هالمدامع يا سجاني هذه الدنيا جدلية والعمر فاني ليك ترحم هالمدامع يا سجاني الذنب واللي جرى الصغار الحايرة الذنب واللي جرى الصغار الحايرة هم من أهل البيت من ناس الأطياب بالسجن متفطرة وبهم موجرة قصة الإذنين حيرت للباب طاقت بهم الوسيعة وفعلت الجاني والبراءة كل واحد حاضن الثاني طاقت بهم الوسيعة والفعل طاقت بهم الوسيعة وفعلت الجاني والبراءة كل واحد حاضن الثاني قال خلنا الخبرة خويا جدنا حيدرة قال خلنا الخبرة
يجدنا هذا يمكني خافه من ألم الإصاب وكسر نحرر وخاف يوم الآخرة وكسر نحرر وخاف يوم الآخرة وحنا ما ننسى باجر بالإحساب يا علي هاني زريت بثنية والعمر فاني ليت ترحم المدامع هاي سجالي هاني زريت بثنية والعمر فاني ليت ترحم المدامع هاي سجالي هاني دنيا الدنيا والعمر فاني ليت ترحم المدامع هاي سجالي قال خلنا نخبره خويا جدنا حيدر قال خلنا نخبره خويا جدنا حيدر يمكني خافه من ألم اللي مصاب فكسرنا وحرره وخاف يوم الآخرة وحنا ما ننسى باكر بالإحساب هذه دنيا كتنية والعمر فاني ليت ترحم المدامع هاي سجاني هذه دنيا كتنية والعمر فاني ليت ترحم المدامع هاي سجاني